يا مساء الأنوار على كل مستمعي راديو سكوب، معاكم نيفين سلام في برنامج على رأي المثل اللي بيتذاع كل يوم اتنين الساعة 2:30 والإعادة يوم الخميس الساعة 2:30. هنتكلم كل يوم عن مثل شعبي منتشر ونقول كل تفاصيله وأساطيره عند شعوب كتير. ومثلنا النهاردة بيقول امسك الخشب. إحنا لما بنتكلم عن حاجة قيمة أو بنقول حاجة حلوة على طول بنقول وراها امسك الخشب، وعند الأجانب كمان بيقولوا تاتش وود. بنقول كده ليه؟ بنقول كده لما بنبقى مش عايزين نقاطع في حاجة زي ما بنقول يعني، أو عايزينها تحصل خايفين من الحسد فيها مثلا، فبنقول امسك الخشب. خلينا نقول إنه في كل العالم ومن بداية وجود الإنسانية الكلمة دي مرتبطة عندنا بالفعل الحلو وعدم المقاطعة. طب بدايتها جت منين بقى؟ بداية امسك الخشب دي راجع لعلاقتنا بالشجر. يعني إيه؟ هنلاقي القدماء عموماً وخصوصاً اليونانيين كانوا مرتبطين جداً جداً بالشجر، خصوصاً شجر البلوط، وكانوا بيقولوا إن الشجر ده بيجلب لهم الحظ الحلو. ليه بقى؟ لأن كان في اعتقاد إن أرواح السابقين بتسكن في الشجر ده، وإنه أنت لما بتخبط على الشجر ده أنت بتاخد مباركتهم وهم أرواحهم ساكنة جوه الشجر. أما عند الأيرلنديين فكانوا شايفين أو عندهم اعتقاد إن الجن هو اللي بيسكن الشجر، ما تتخضوش الجن الطيب. فكانوا لما بيخبطوا على الشجر أو بيلمسوه كانوا بياخدوا حسن الحظ أو حسن الطالع. أما لما بيخبطوا جامد قوي قوي بقى يبقوا بيشوشوا على الشيطان علشان ما يسمعش أفكارنا، فاللي بنفكر فيه يحصل زي ما بيقولك من غير مقاطعة. وده كان من وجهة نظر الأيرلنديين. وبالفعل علماء النفس كانوا بيقولوا بعيداً عن المثل يعني، قالولنا إن لما تعوز تعمل عمل خير أو حتى إنك هتقوم تشتغل حاجة هتعود عليك بالخير ما تقولهاش بصوت عالي، خليها في سرك علشان الشيطان بيستغل كل الطرق عن طريق الوسوسة طبعاً علشان يبعدك عنه أو عن أي خير عموماً، لكن عمره ما يقدر يعرف أنت بتفكر في إيه، فخليها في سرك. وده كان جزء من تفكير الأيرلنديين اللي كان صحيح فعلاً في الموضوع ده. دلوقتي هنروح لفاصل صغير قوي ونكمل أسطورة مثل امسك الخشب. ورجعنا لكم تاني مستمعي راديو سكوب وبرنامج على رأي المثل اللي بيتذاع كل يوم اتنين الساعة 2:30 والإعادة يوم الخميس الساعة 2:30. بنتكلم النهاردة عن مثل كلنا عارفينه وبنقوله أغلب الوقت، وهو امسك الخشب. وعرفنا أسطورته بتقول إيه عند الأيرلنديين، عايزين بقى نعرف أسطورته بتقول إيه عند أهم ناس بالنسبة لنا، القدماء المصريين حبايبنا، وكمان عند الكوريين والصينيين. خلينا نبدأ الأول بالكوريين والصينيين. عندهم هناك معتقد مختلف جداً عن اللي قلناه. الاعتقاد عندهم بيقول إيه؟ إن الستات الحوامل اللي كانوا بيخلفوا ويموتوا جنب الشجر روحهم كانت بتسكن الشجر ده، فلما بنيجي جنب الشجر ده بناخد مباركة الستات دي وإنهم بيدعوا لهم، يعني بيدعوا لهم بحسن الحظ وحسن الطالع. طبعاً ده كلام كله مش تبعنا خالص وما ينفعش أصلاً نتبارك بأي حاجة، لأن رب العالمين وحده هو الذي يأتي بالخير كله. أما بقى عند قدماء المصريين فكانوا بيقولوا إن الشجر المقدس وأهم شجر هو شجر الجميز، وكانوا بيعتبروا إن ده حاجة مهمة في العالم الآخر. فده كان بالنسبة لهم برضو إن مباركة الشجر مباركة الخشب اللي جاي من الشجر. بدل ما كنت بخبط على الشجرة بقينا بنعمل حاجات كتير قوي من الخشب، فأي حاجة منها تكون قدامي أخبط عليها وأقول امسك الخشب بس كده. وبعد كده توارثت الأجيال المثل ده وبقينا نكرره كلنا كل ما نخاف على حاجة عندنا أو خبر حلو يكون عندنا، نقوم قايلين إيه؟ امسك الخشب. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة وأساطير مثل النهاردة، وأشوفكم الحلقة الجاية على خير في نفس الميعاد.